غلق مواقع التواصل الاجتماعي، يعني فسروها كما تاع ويل للمصلين. انا قلت الحل التقني الوحيد بما انه يجري تداول هذه الالعاب في مواقع التواصل الاجتماعي اننا نوصلوا 0% في الخطر، لابد توقف مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا قلت في نفس الجمله انه هذا غير وارد ابدا، وبالتالي فين لا يمكن ان نستغني على العنصر البشري، لانه قبل كل شيء الاطفال هذو المراهقين لهم يستعملوها، وحتى في بعض الاحيان يعني ناس كبار يستعملوا هذه التطبيقات الخطيره. لازم التوعيه وهي الحل الوحيد. بالتاكيد مصالح الامن دخلت، يعني ماش راح نشركوها، هي اصلا الخبراء والتقنيين اللي قاموا بحجب اكبر قدر ممكن لهذه التطبيقات هم من مصالح اتصالات الجزائر، من مصالح الامن، كل الامن الوطني، الدرك الوطني، وكذلك الوقايه من